ورجعنا لكم من جديد على كوين فري. اليوم جايب لك سمبور جديد وحصري كالعاده على كوين فري. السمبور بيتيح ليك، ركز معايا، بيتيح ليك من 75 ساتوشي، ابتداء من 75 حتى 191 ساتوشي عمله بي ان بي كل 5 دقائق، يعني كل 5 دقائق تعمل الكلام ده. عايزكم بقى تخلصوا الصندوق النهارده. طبعا الموقع الجديد يعني ممكن يقعد معاك تقريبا شهر شهرين، فانا عايزك بقى تخلصه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك على كوين فري. قبل ما نبدا طبعا في مسابقه النهارده على 5000 ساتوشي. كل المطلوب منك تكون موجود في المزرعه عندنا وتكون موجوده على القناه وتبعت الاي دي بتاعك والمحفظه بتاعتك هنا وتبعتهم في التليجرام. ندخل في الموضوع على طول. زي ما انت متعود مني على الجديد والسهل، جايب لك النهارده موقع سهل بدون اعلانات، يعني السحب النهارده مباشر وبدون اعلانات. كل المطلوب منك ان انت تروح على الفوست بيع بتاعتك وتاخد محفظه البي ان بي. لو ما عندكش الفوست بيع هسيب لك طبعا رابط يشرح لك ازاي يكون عندك المحفظه في اقل من دي، يعني لو انت جديد في المجال هتشتغل النهارده وهتكسب دلوقتي. هتاخد طبعا العنوان بالشكل ده نسخ كده وهترجع طبعا على الموقع، هسيبه لك طبعا اسفل الفيديو. عندنا بنسيب المواقع بدون اختصار روابط مباشر، بمجرد ما بتدوس على الرابط بتلاقي نفسك في الراب في الصفحه زي كده. طبعا المطلوب منك بتيجي انت تحط العنوان بتاع حضرتك زي هنا ما انت شايف في الخانه دي، وكل المطلوب منك ان انت بتيجي تعمل انا لاست ريبوت وبتتعدى الخطوط دي. زي ما انت شايف هنا بيظهر معاك شروط والمفروض انك انت تختار زي ده، يعني حاجات سهله مش محتاجه منك شرح ومش محتاجه منك اي حاجه. طبعا انت بتختار طبعا زي ما هو موجود فوق، بتختار بالشكل ده. بمجرد ما بتنتهي طبعا زي ما انت شايف بيقول لك بليز وايت سينكو، يعني 5 ثواني. بمجرد ما بتظهر معاك بالشكل ده بيقول لك خد الهديه بتاعتك. خلاص كده الهديه راحت، المحفظه بتاعتك يا جميل. ترجع كده على المحفظه بتاعتك تعمل ريفرش فوري يا جماعه، بقول لكم فوري. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك على كوين فري. طبعا ترجع كده على الريفرش بتاعك هتشوف زي ما انت شايف دلوقتي وصلني 83 عمله، زي ما انت شايف دلوقتي ساتوشي عمله اسف، وقبلها كان 75. زي ما انا قلت لك بتاخد ابتداء من 75 حتى 135، زي ما انت شايف دلوقتي 195 اسف 100، زي ما انت شايف 194 104 98 ده اللي بتاخده من الموقع، يعني تلقائي كل 5 ثواني. زي ما انت حضرتك شايف دلوقتي البونص ما وصلنيش، فاحنا نعمله بالشكل التاني. كويس ان هي برضو ما ظهرتش. لو ما ظهرتش معاك بالشكل ده ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك ان انت تختار البوت بعناية او تختاره بالشكل الصحيح، عشان لو ظهرت معاك بالاخضر بالشكل ده لو انت اخدتها وترجمتها هيقولك ان هنا البونص بتاعك ما وصلكش. التحقق من الانتفي غير صالح، يعني التحقق من الكباتشا غير صالح، فانت بتختار الكباتشا بالشكل زي ما انت شايف. هنا طالب مني زي ما انت شايف 6395. العاده بيظهر ارقام زي كده، فهو بيكتب لك الارقام بتاعته وبيكتبها لك بالانجليزي زي ما انت شايف 956، بيكتبها لك بارقام وبيكتبها لك حروف، فانت طبعا بتختار الارقام زي ما انت شايف. هنا اول حاجه معانا 9، فبتختار 9. تاني حاجه 5، بعد كده 6، بعد كده 8. وبمجرد ما بينتهي هنا، انا طبعا قلت لكم الرصيد وصل في المحفظه لان انا عملتها قبل كده فافتكرتها، هو اللي وصلني زي ما انت شايف وصلني دلوقتي. بمجرد ما انت بتنتهي وبيظهر لك اخضر كده بتروح محفظتك 75 ساتوشي، فبتيجي كده تعمل ريفرش زي ما حضرتك شايف. لو قربت لك التليفون كده عشان يبقى واضح قدامك بالشكل ده، 75 من الموقع لسه واصله حالا. ده الشغل بتاعك كل 5 دقايق يا صاحبي، تبقى موجود في موقع وتاخد الساتوشي مجاني من على كوين فري. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك على كوين فري ونشوفك في الجديد.